يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكيم. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. تمنحنا للطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك الطاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. التزيين. لحسن الحظ أنكم هنا. انظروا، لقد صفف أحد ما شعر الطائر الأزرق بطريقة مضحكة. انظروا إلى هذا. ديدي، يبدو أن أحدا قد صفف شعرك وهندمك كذلك. لقد زينك أحد ما. ها؟ لقد فعل أحد ما هذا وأنا نائم. أن أحداً يتولى تزيين الجميع هنا، لكن من؟ شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم، ساعدوني في العثور عليه. هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً يا أصدقائي. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعبة من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. أوشكنا. هكذا، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بإصبعكم هكذا. حركوه على شكل دائرة. وصلوا. أسرع أسرع أسرع. حين تتحركون معي تمنحونني الطاقة، ويشع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون. هكذا يا رفاق، ستنجحون. أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر. لف لف لف، سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور، ماذا يجري هنا؟ حسنا أيها الحكيم، كنا نأمل أن تخبرنا من الذي. لا تخبروني، لا تخبروني. أحد ما يقوم بتزيين الجميع هنا. كيف عرف هذا؟ بالحكمة طبعا. ترى من هو؟ فلنرى. أها، كما توقعت، إنه وحش التجميل. وحش ماذا؟ يسعد وحش التجميل بتزيين الحيوانات التي تنبح أو تموء أو حتى تصهل. أي حيوان يطير أو يمشي أو يزحف سيزين جميع الحيوانات. هل تعني أن وحش التجميل لن يتوقف قبل أن يزين جميع الحيوانات؟ أخشى هذا يا نور. لكن لا يرغب الجميع في تزيين حيواناتهم أو حتى التنانين. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن وحش التزيين ونمنعه من تزيين جميع الحيوانات في العالم. للعثور على وحش التزيين عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب لا أكثر، ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا.
وحش التزيين. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش التزيين. أشكرك يا حكيم. لا شكر على واجب. من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك الآن. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد حتى ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! هذه غرفة الأبواب. هيا يا أصدقاء، هل يجروا بسرعة أو ببطء؟ لكن ساعدوني، هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشيع سوار الطاقة أيضا عندما تتحركون. اجروا جميعا، سيظهر الباب الآن. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، ما هذا؟ هذا أبو برايس، إنه نوع من العظايا. تبدو تسريحة شعره مضحكة. الباب موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتمونني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم بطول الزرافة. على أطراف الأصابع. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عليه. مدوا أيديكم. أمسكنا بالمفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. لندخل من باب أبو برايس. هيا. أوه، متجر حيوانات. انظروا إلى حيوانات أبو برايس ذات التسريحات المضحكة يا أصدقاء. وانظري إلى هذا، شكل الحيوانات مضحك. هل ترون الباب الثاني يا أصدقاء؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر من المتجر. هذا الأمر سهل جدا. تحرك أيها البطريق. يبدو أنه صاحب متجر الحيوانات. لماذا لا يريدون نمر؟ هذا متجر حيوانات البطريق. كان وحش التجميل هنا اليوم وزين الحيوانات بشكل مضحك، لكن تمكنت بعض الطيور من الهرب عندما فتح وحش التجميل باب القفص. عليكم أن تعيدوا الطيور إلى قفصها، وسيساعدكم الريش العجيب على الطيران مثلها. نطير علياً في الهواء بالريش العجيب كي نعيد الطيور إلى القفص؟ كيف نفعل هذا؟ للطيران علياً في الهواء بالريش العجيب، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! هل ساعدتمونني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نطير علياً بهذا الريش ونعيد الطيور إلى القفص؟ القط المتسلل؟ الخفاش المرفرف؟ الفيلة ثقيلة الخطوات؟ الخفاش المرفرف، أحسنتم! هيا يا أصدقاء، علينا أن نرفرف بأذرعنا مثل الخفاش لنتمكن من الطيران بهذا الريش العجيب. انظروا إلي.
سعيد جداً لأنه يرفرف. هيا نرفرف مثل الخفاش. ما زلتم في منطقة نور؟ ياه! عندما أقول ثلاثة تحركوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. رفرفة! لنرفرف بأذرعنا يا أصدقاء. افردوا أجنحتكم. رفرفوا معي كي نطير عالياً. هيا نرفرف بكل قوة يا أصدقاء. ساعدوني في إعادة هذه الطيور إلى القفص. أحتاج إلى الطاقة. لنرفرف معاً يا أصدقاء. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. الآن أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. لنواصل الرفرفة يا أصدقاء. هيا نرفرف يا أصدقاء. بقي طائر واحد. جميع الطيور إلى القفص. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. هذا وقت رقصة نور. لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا ارقصوا. الباب الثاني. انظري كلب. تسريحة شعره مضحكة. أعتقد أن وحش التجميل فعل هذا. وحش التجميل موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين. كأنكم شجرة على أطراف الأصابع. تمددوا. تمددوا معي يا أصدقاء. تمددوا معي ومدوا أيديكم. اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب الكلب ذي التسريحة المضحكة. أوه، حديقة جميلة. لكني لا أرى أي كلاب. هيا يا ديدي، لا وقت للعب مع الكلاب. يجب أن نواصل الطريق. هل ترون الباب الثالث يا أصدقاء؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر من الحديقة. هيا يا أصدقاء، يبدو أن هذا الأمر سهلاً. هاي، تحرك أيها القرد. لماذا لا يسمح لنا هذا القرد بالمرور؟ هذه حديقة تنزه الكلاب. يحتاج القرد الذي يرعى الكلاب إلى مساعدتكم. انظروا، لقد زين وحش التجميل الكلاب، وها هي الآن تقفز بجنون مثل الضفادع. تريد أن تتخلص من الشرائط المزعجة. ساعدوه في إمساك الكلاب بالتحرك بسرعة ذهاباً وإياباً. نتحرك بسرعة كي نمسك بالكلاب. يا لها من طريقة عجيبة للتحرك بسرعة ذهاباً وإياباً وإمساك الكلاب. اختاروا حركة من الحركات. الحركات. هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نتحرك بسرعة ذهاباً وإياباً ونمسك بالكلاب؟ البطريق المتهادي، الصرصور الزاحف، الثعلب المراوغ،
الثعلب المراوغ؟ أحسنتم! هيا يا أصدقاء، كي نتحرك بسرعة ونمسك بالكلاب، علينا أن نراوغ 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 مثل الثعلب. انظروا إلي! ديدي يراوغ مثل الثعلب. لنراوغ مثل الثعلب. ما زلتم في منطقة نور؟ هذا أمر رائع. عندما أقول ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جاري. خطوات سريعة ثم راوغوا. نجري ونتوقف ثم ننطلق. هيا أمسكنا كلباً. أحسنتم يا أصدقاء. واصلوا الجري. هيا نراوغ يا أصدقاء مثل الثعلب كي نمسك هذه الكلاب. تحركوا معي. أحتاج إلى الطاقة. اقعدوا معي يا أصدقاء. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. الآن أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. لنراوغ مثل الثعلب. تبقى كلب آخر كي نصل إلى الباب. واصلوا الجري. أمسكنا الكلاب ذات التسريحة المضحكة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا ارقصوا. هيا ارقصوا معي. يا أصدقاء. ها، كلب صغير ظريف يريدك أن تسرح شعره يا ديدي. هذا يبدو رائعا. ها، عاد شعره كما كان. يجب أن تعيد تسريحه. واو، يجب تسريح شعر هذا الكلب طول الوقت. مهما قمنا بتسريح شعره سيحتاج إلى تسريح من جديد دائماً. أمر عجيب. احتفظ به يا ديدي. من يدري؟ قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. وحش التجميل. ليس مصاداً. هيا يا أصدقاء لنمنع وحش التجميل هذا من تزيين جميع الحيوانات. أوه، انظروا إلى مستحضرات التجميل. هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقاء؟ وحش التجميل. إنه يحب التجميل بالفعل. إذا عثر على شيء يمكنه أن يقوم بتزيينه طوال الوقت سيدع الحيوانات الأخرى وشأنها. هذا انتظر يا ديدي، لا يمكنني تسريح شعر الكلب الذي معك. أحاول أن أفكر في شيء يمكننا. إنه الكلب الذي يحتاج إلى تسريح. يمكن لوحش التجميل أن يسرح شعره بلا ملل. أيها التنين، أنت عبقري. جرب. انظروا يا أصدقاء. يا وحش تجميل، انظر إلى هذا. عاش وحش التجميل في سعادة وهناء. لقد عاد الطائر الأزرق إلى طبيعته. هذا رائع. ديدي، يا إلهي،
هل هناك وحش تجميل آخر؟ ربما تنين تجميل. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء، منعنا وحش التجميل من تزيين جميع الحيوانات في العالم. أشكركم. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة. أفضل رقصة من الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي، تذكروا تحركوا ولا تتوقفوا. ديدي وأنا نور الحكيم. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. تمنحنا الطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك الطاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. أصدقائي، لحسن الحظ أنتم معنا. يتعلم التنين ديدي قفز الكرات. انظروا. حسناً يا ديدي، ها هي أخرى. انظروا إلى هذا. من أين جاءت نسمة الهواء القوية هذه؟ لا أعرف. يجب أن نعرف من أين تأتي طيارات الهواء القوية. نعم، شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم. نعم، ساعدوني في العثور عليه. هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة النور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعبة من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا. نعم، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بإصبعكم في الهواء هكذا. حركوه على شكل دائرة. واصلوا اللف. لف لف لف.
تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. هيا يا رفاق، ستنجحون، أشعر بطاقتكم. والآن الآخر، لف لف لف، سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم! نجحنا يا أصدقائي، لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور، يسعدني أن أرى أن وحش العطس لم يطيركما بعيدا. تعني أن هذه الطيارات القوية هي في الحقيقة عطس؟ من هو وحش العطس؟ سأريكم الآن. وحش العطس صغير الحجم لكن عطاسه قوي، وسأخبركم السبب. فهو يعيش في منزل مليء بالغبار، وتنتشر فيه شبكات العناكب. تسبب له شبكات العناكب العطاس، لكنه لا يستطيع الوصول إليها. ماذا يفعل الآن؟ هل تعني يا حكيم أن وحش العطس سيظل يعطس إلى الأبد؟ أخشى هذا يا نور. عطسة قوية! هناك حل لهذه المشكلة، سنبحث عن وحش العطس ونمنعه من العطس قبل أن يدمر العالم بعطاسه. للعثور على وحش العطس عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. إلى غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب لا أكثر، ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا، وحش العطس! ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش العطس. أشكرك يا حكيم. لا شكر على واجب. والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن ثلاثة أبواب، علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد حتى ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب. هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون. اجروا جميعا، سيظهر الباب الأول. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء. الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، برتقالة. يم، أحب البرتقال. لنرى إذا كان هناك المزيد. موصل. نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين، كأنكم بطول الزرافة على أطراف الأصابع. تمددوا، تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عليا، مدوا أيديكم. اقفزوا. أمسكنا بالمفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. ألن تقشر هذا الباب يا ديدي؟ فهمت؟ البرتقال. لندخل من باب البرتقال.
واو، انظر إلى بستان البرتقال الجميل هذا. ومجموعة إنسان الغاب. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك. إنه على الجانب الآخر. هذا الأمر سهل جدا. هذه عطسة قوية جدا. أسقطت العطسة القوية البرتقال من على الشجر. هيا نصل إلى الباب. لماذا يمنعوننا من المرور؟ هذا بستان برتقال إنسان الغاب، تنمو فيه ثمرات البرتقال الكبيرة واللذيذة. يهز عطاس وحش العطس شجر البرتقال. تحتاج مجموعة إنسان الغاب إلى مساعدتكم كي تنقذوا ثمار البرتقال من السقوط. يجب أن تتحركوا بسرعة وتلتقطوها من هنا ومن هناك. نتحرك بسرعة كي نلتقط البرتقال؟ يا لها من طريقة عجيبة. للتحرك بسرعة هنا وهناك والتقاط البرتقال، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نتحرك بسرعة ونلتقط البرتقال؟ قنديل البحر المهتز، القرد المتسلق، الثعلب المراوغ. الثعلب المراوغ، أحسنتم. هيا يا أصدقاء، علينا أن نراوغ بسرعة مثل الثعلب كي نتحرك بسرعة هنا وهناك ونلتقط البرتقال. انظروا كيف أراوغ. ديدي يراوغ مثل الثعلب. لنراوغ مثل الثعلب يا أصدقاء. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري. هيا نراوغ مثل الثعلب المراوغ. نريد أن نضع البرتقال في الصناديق. ألا تعنين في السلال؟ نعم، لكن قد لا يجدوا سلة في منازلهم. هيا نعدو مثل الثعالب. يجب أن ننقذ البرتقال المتساقط ونضعه في السلال. واصلوا الجري يا ثعالب. أحتاج إلى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني، أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. لننقذ البرتقال، اجروا بسرعة يا أصدقاء، يجب أن نسرع قبل أن تسقط الثمار. واصلوا الجري. نعم، نجحنا يا أصدقاء. أنقذنا جميع ثمار البرتقال التي في بستان إنسان الغاب. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا. هذا رقص رائع يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، طائرة ورقية. الطائرة الورقية ممتعة ورائعة لمواصلة الطريق. موصد، نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع جداً. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا.
تمددوا معي يا أصدقائي، تمددوا معي ومدوا أيديكم، اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب الطائرة الورقية، هيا بنا. انظروا إلى الطائرات الورقية. أوه، هل يمكنني أن أجرب؟ لا وقت لتطييرها الآن، يجب أن نعثر على الباب. انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر. هيا يا أصدقاء، يجب أن نواصل الطريق. اسمحي لنا يا سيدتي. لا أعتقد أنها تريدنا أن نرحل. هذا حقل الطائرات الورقية، حيث تلعب صغار دبابة الكوالا، لكن وحش العطس طيرها بعيداً. ساعدوا معلمة صغار دبابة الكوالا في التقاط الطائرات الورقية. لكن الطائرات عالية في الهواء، كيف سنلتقطها؟ لالتقاط الطائرات الورقية العالية، اختاروا حركة من الحركات. الحركات. هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نلتقط الطائرات الورقية العالية؟ الدودة الملتوية، الكنغر القافز، عجل البحر المصفق. الكنغر القافز، أحسنتم. هيا يا أصدقاء، لكي نلتقط الطائرات الورقية في الهواء، علينا أن نقفز 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 مثل الكنغر. راقبوني. ديدي يقفز مثل الكنغر. لنقفز جميعا مثل الكنغر. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة، اقفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، قفز. اقفزوا يا أصدقاء عاليا مثل الكنغر. اقفزوا والتقطوا الطائرات الورقية. واصلوا القفز. اقفزوا يا أصدقاء، اقفزوا عاليا. امسكوا طائرات صغار الكوالا الورقية. مستوى الطاقة انخفض. هيا يا أصدقاء، اقفزوا معي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة عندما تتحركون. أمسكوا الخيوط، اجذبوا الطائرات. نقفز نقفز بكل قوة. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم، طاقة نور القصوى. واصلوا القفز يا أصدقاء. قفزات أخرى، بقي الطائرة الورقية الواحدة. نجحنا يا أصدقاء، التقطنا جميع الطائرات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقاء، ارقصوا معي. رقص رائع يا أصدقاء. ديدي. سنسميك تنين الغبار. نظرت من جديد. لابد أن هذه من فضة الغبار التي تنظف أي شيء. يمكنها الطيران عاليا وتنظيف أي شيء مهما كان وحدها. واو، يجب أن نحتفظ بها يا ديدي. من يدري، قد نحتاج إليها اليوم. الباء
الباب ثالث. انظري، وحش العطس. أوه، ليس موصداً. حسناً يا أصدقاء، لنمنع هذا العطاس المدمر. المكان مظلم هنا. مظلم ومغبر. هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقاء؟ إنه وحش العطس، هذا هو. هل هذا هو؟ كيف يعطس من في حجمه بهذه القوة؟ أو لا يمكننا أن ندعه يفعل هذا. أخبرنا الحكيم بأن شبكات العناكب هي التي تجعله يعطس، لكن لا يستطيع الوصول إليها. إذا عثر على شيء ينظفها به، قد يتوقف عن العطس. هذا لا يا ديدي، لا أريد أن أجرب منفضة الغبار العجيبة. أحاول أن أفكر في شيء ما. انتظروا معي، منفضة الغبار الطائرة التي تنظف أي شيء. يمكنها أن تنظف أي شيء وحدها. أيها التنين، أنت عبقري، جربها. هيا الآن انظروا ماذا سيفعل. يا وحش العطس، قد نخلصك هذه من العطس. نظفنا المكان. يا خبر، ليس مجددا. وتخلص الآن وحش العطس من العطاس إلى الأبد يا أصدقاء. ديدي، أنت ماهر في قذف التراب. هناك وحش عطس آخر في المنطقة. أعتقد أننا يجب أن ننظف القلعة. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء، فقد خلصنا وحش العطس من عطسه. أشكركم كثيراً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة. أفضل رقصة من الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم أنتم. وقت رقصة النور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي، تذكروا، تحركوا ولا تتوقفوا أبدا. ديدي وأنا نور. الحكيم، هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. تمنحنا الطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك الطاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها.
مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. النسخ. هذا أمر عجيب. أتذكر أن لدي نظارة شمسية. انظري إلى هذا، هناك أكثر من نسخة من دميتي المفضلة. ها، وسيارتي اللعبة. يا أصدقاء، لحسن الحظ أنكم هنا. هناك من ينسخ نسخا كثيرة من أشيائنا. ليس لدينا مكان لكل هذه اللعب. يجب أن نعرف من الذي ينسخ كل هذه الأشياء. شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم. نعم، ساعدوني في العثور عليه. هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة هكذا. نعم، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور، أشيروا بإصبعكم في الهواء هكذا. حركوه على شكل دائرة. واصلوا اللف. لف لف لف. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. هيا يا رفاق، ستنجحون. أشعر بطاقتكم. والآن الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور، ماذا يحدث هنا؟ لا تخبروني، لا تخبروني، لا أصدق ما أرى. أحد ما ينسخ أشياءكم المفضلة. كيف عرف هذا؟ بالحكمة طبعا. أتعرف من الذي ينسخ هذه النسخ؟ ترى من هو؟ هل نرى؟ أها، كما توقعت، إنه وحش النسخ. وحش ماذا؟ من هذا؟ ينسخ وحش النسخ الأشياء التي يحبها، لأنه يحب النسخ الكثيرة. يسعد وحش النسخ كثيراً عندما يرى أكثر من نسخة جميلة. هل تعني يا حكيم أن وحش النسخ سيستمر في نسخ أي شيء يعجبه في العالم؟ أخشى هذا يا نور. يا أصدقاء، لن يتسع العالم للنسخ الكثيرة من كل شيء نراه أمامنا. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن وحش النسخ ونمنعه من نسخ كل الأشياء التي تعجبه. للعثور على وحش النسخ، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. إلى غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش النسخ. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش النسخ. أشكرك يا حكيم. لا شكر على واجب. والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد حتى ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب. يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا.
يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الأول. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء. الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، بساط. ليس بساطاً عادياً يا ديدي، إنه بساط طائر، أتشوق لرؤيته. موصد. نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم بطول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عليا، مدوا أيديكم. اقفزوا. أمسكنا بالمفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. لندخل من باب البساط الطائر. هيا بنا. واو، نحن في مكان مرتفع. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك. انظروا، أكثر من بساط طائر. واو، لكن كيف سنصل إلى الباب الثاني هناك يا أصدقاء؟ هذا مهرجان البساط الطائر الرائع. لقد كان وحش النسخ هنا. هل تعرفون ما الذي أعجبه في هذا المكان؟ إنه البساط الطائر بالطبع، لكن هناك المزيد. يجب أن تقفزوا من بساط إلى آخر كي تصلوا إلى الباب. نقفز من بساط إلى آخر؟ كيف نفعل هذا؟ للقفز من بساط إلى آخر، اختاروا حركة من الحركات. الحركات. أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نقفز من بساط إلى آخر ونصل إلى الباب؟ الفيل الثقيل الخطوات، الثعبان المنزلق، الضفدع القافز. الضفدع القافز، أحسنتم. هيا يا أصدقاء، لكي نقفز من بساط إلى آخر، علينا أن نقفز، نقفز، نقفز مثل الضفدع. راقبوني. يقفز ديدي مثل ضفدع أخضر. لنقفز جميعاً مثل الضفدع. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة، اقفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، قفز. اقفزوا يا أصدقاء، اثنوا ركبكم ثم اقفزوا عاليا. لنقفز عاليا من بساط إلى آخر. اقفزوا عاليا مثل الضفادع. هيا هيا هيا، اقفزوا معي. واصلوا القفز. واو، لا أعتقد أننا يجب أن نقفز على بساط واحد يا ديدي. اقفز. اقفزوا يا أصدقاء. أحتاج إلى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. أنتم تساعدونني، أشعر بطاقتكم. هيا هيا هيا، طاقة نور القصوى. هيا يا ضفادع، اقفزوا. قفزات أخرى،
سوية ونصل إلى الباب. نعم، نجحنا يا أصدقاء. قفزنا من بساط إلى بساط. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا. هيا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا. هذا رقص رائع يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، طائر اللقلق. يا له من زي مضحك. أعتقد أنه زي البحارة. يبحر البحارة على السفن. لنرى إذا كان هناك بحارة من طيور اللقلق خلف الباب. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع جداً. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب طيور اللقلق البحارة. واو، انظر إلى السفينة الكبيرة يا ديدي، مزودة بالقلاع وكل شيء. لا توجد طيور. حسناً، هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك. على الجانب الآخر، هذا أمر سهل. واو، الطيور، تبدو الطيور كلها متشابكة. الطيور ترتدي زياً موحداً وتتحرك بطريقة واحدة. هلا أفسحتم الطريق؟ كيف سنصل إلى الباب الثالث وهذه الطيور تمنعنا من المرور؟ هذه سفينة تدريب طيور اللقلق. تتدرب الطيور كي تكون من البحارة. هذا أساسي، وبما أنكم هنا ستتدربون معها. افردوا ظهوركم وقفوا في الصف. استعدوا للتدريب على المشية العسكرية. عليكم جميعا أن تقلدوا خطوات الطيور الكبيرة وستنجحون. نقلد خطوات الطيور الكبيرة؟ كيف نفعل هذا يا أصدقاء؟ لتقليد خطوات الطيور الكبيرة، اختاروا حركة من الحركات. الحركات. أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نقلد خطوات طيور اللقلق الكبيرة البحارة؟ السمكة العائمة؟ الزرافة ذات الخطوة الكبيرة؟ القط المتسلل. الزرافة ذات الخطوة الكبيرة. أحسنتم. لكي نقلد خطوات طيور اللقلق الكبيرة، علينا أن نأخذ خطوات كبيرة 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 مثل الزرافة. راقبوني. ها؟ يخطو ديدي مثل الزرافة. لنخطو خطوات كبيرة مثل الزرافة. ما زلتم في منطقة نور؟ هذا أمر رائع. عندما أقول ثلاثة، أخطو معي. واحد، اثنان، ثلاثة. خطوة. هيا يا أصدقاء، لنفرد ظهورنا هكذا ونمد أرجلنا مثل الزرافة. هذا يبدو رائعاً. احترس يا ديدي. لنخطو جميعاً خطوات كبيرة. لنخطو مثل الزرافة هكذا. خطوات كبيرة. أحتاج إلى الطاقة. هيا اخطو معي مثل الزرافة.
الزرافة. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. هيا اخذوا خطوات كبيرة. ارفعوا الأرجل والركب والأقدام عالياً في الهواء. خطوات مثل الزرافة. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. خطوات واسعة وكبيرة. 1، 2، 3، 4. لنخطو مع الطيور أو شكنا على الوصول. لا أحد يتوقف يا أصدقاء. نعم، نجحنا يا أصدقاء. خطونا عبر ظهر السفينة مثل الزرافة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا. رقص رائع يا أصدقاء. لقد أعطاك المنظار لأنك أحسنت الأداء في التدريب. ماذا ترى؟ نسخاً كثيرة منك يا نور. حقاً؟ أرني. أرى نسخاً كثيرة من ديدي. إذن إنه جهاز تعدد الألوان. إنه جهاز تعدد الألوان يسمح لك برؤية نسخ كثيرة. احتفظ به يا ديدي. من يدري؟ قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. وحش النسخ. ليس موصدا. هيا يا أصدقاء لنمنع وحش النسخ من نسخ كل الأشياء التي تعجبه. أوه، انظروا إلى هذا الكم من النسخ. هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقاء؟ وحش النسخ. لكن إذا استمر في نسخ الأشياء لن يتسع العالم لكل ما سينسخه. ماذا نفعل؟ نعرف أن وحش النسخ يحب أن ينظر إلى الأشياء التي ينسخها. هل هناك شيء يساعده على رؤية نسخ من الأشياء دون أن يضطر إلى نسخها؟ هذا! لا يا ديدي، لا يمكنني اللعب بجهاز النسخ الآن. أحاول أن أفكر في شيء ما. انتظروا! جهاز النسخ الملون. إذا نظر وحش النسخ إلى الأشياء من خلاله سيرى نسخاً دون أن ينسخ شيئاً. أيها التنين، أنت عبقري. اذهب وجرب. انظروا يا أصدقائي. يا وحش الناس، انظر ماذا معي. أعتقد أنه أعجبه يا أصدقاء. وعاش وحش النسخ في سعادة وهناء مع منظاره. إلى ما تنظر يا ديدي؟ إليك. إلي؟ لكن كيف؟ لا بأس بالنسخ، لكن لا شيء أفضل من النسخة الأصلية. أعرف ماذا تعني يا ديدي. أنت أفضل صديقة حقيقية في العالم. وأنت أيضا يا ديدي، وأنتم كذلك يا أصدقائي. نجحنا في مهمتنا اليوم. منعنا وحش النسخ من نسخ الأشياء التي يحبها. أشكركم جداً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة. أفضل رقصة من الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم أنتم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ها ها.
وأبداً.